جايين من تحلم، الناس يقولوا انهم وصلوهمش الخيام وحاسين بالفرزيه وبغاو المساعده انها تكون بحال انا الشباب اللي يقولوا فرقوا معير على اصحاب تحنا وطلفوا. حنا ما حسيناهمش حنا بينا نديروا المساواه، يجيبوا لنا حتى حنا لا طونطه ديالنا، جايبين لنا لا طونطه شوف عباد الله، جايبين لنا لا طونطه كبيره كبيره بيديروا لنا التخلط، داكشي ديال اليهود حنا داكشي ما بغيناش. جايبين لنا طونط كبيره، قيطون كبير بيتخلطوا فيه، الزوف ديالها بيتخلطوا فيه، والدينا ما يمكنش فهمتي. حنا بيناك بحالنا بحال عباد الله، يجيبوا لنا لطونطات صغار بحالنا بحال عباد الله، حنا ما بيناش تخلط. الا تخلطنا تما ماشي الزنزه اللي بيجي الطوفان، هادشي هذا اللي هذا الشيء هادشي ما قبلوش. بينا لطونطا بحالنا بحال عباد الله، وحنا ما بغيناش نقص ولا الماكله، ما خاصهاش الماكله، الحمد لله اللهم لك الحمد. بينا حنا دوك المتضررين الفوق هما اللي بيجيبوا هاد الماكله، هاجي بيديو لهم الماكله هما، حنا ما بيناش الماكله، لا طونطات حنا اللي بينا صافي. السلام عليكم. ما بيناش حنا نديرو الفرزيات، يديرو لنا حنا فرزيات مع رئيس الجامعات تاع حنا، تطلبوا منه يجيب لنا حتى حنا لا طونطات بحالنا بحال عباد الله، ماشي يجيبوا لنا حنا قيطون كبير ونتخلطوا تما كالبهايم، يلوحوا لنا شويه اللقط يديروا لنا بحال الدجاج. لا داكشي ما خدامش هكا المعلم. تنوجهوا لي دار رئيس الجامعه تاع حنا بلي راه يجي يشوف تحنا من حنا، يشوف في الدائره جوج يشوف لنا تحنا من حنا. شوفوا هاي بالله فين عايشين، ها وجايين حدا بركاس الزبد، وجايه الشتا الشتا جايه، حنا بينا يلا طونطات يجمعوا لنا لا طونطات. والسلام عليكم. الناس اللي مضرين الزنزة، تحنا من الناس اللي مضرين الزنزة. لا ما بقاش الناس يدخلوا، تيخافوا يدخلوا للجيرو، ما باقي الهزه الارضيه باقي كاينه، يدخلوا تكون شي شطره في طحنا. حنا تحنا الجيرو تحنا متضررين بزاف، وبينا حتى حنا يشوفوا من حنا تاعنا يشوفوا. راه حنا راه ساكنه قليله هنا، ماشي زعما بزاف، راه شي 20 طوط اللي كاينه هنا ولا كاع 25، داكشي راه باين. والسلام عليكم وتشكركم بزاف. هو الناس خصهم لي طونط، هذا هو المشكل الوحيد، لان حنا دابا حاليا حنا الماكله تنديوها نفرقوها في الجبال، حنا تنتعاونوا بيدينا مع الناس فهمتيني، حنا تنتعاونوا بيدينا مع الناس ونطلعوا الجبال ونعطيو الناس فهمتيني، حنا تنصدقوا على الناس الحمد لله. الناس دابا خاصهم هنا لي طونط، هذا هو المشكل الوحيد اللي عندنا في تحنا. وهاد النداء راه وجه الناس اللي تيحمل المسؤوليه للمجلس البلدي، ما تنحملوش العماله ولا القائد ولا باش، حنا تنحملوا هادشي للمجلس البلدي اللي طلع 400 طن تلتا حنا وتلا قديمه وتيسليت وثلاث مرغان ازرو الزاويه وجات حتى للعمل حتى السونتر هنا الدائره جوج وخلاهم بلاش. هذا هو المشكل اخويا لي طونط. السلام عليكم. انتم طالبتوا بهذا الشيء؟ حنا طلبنا بهذا الشيء في الصباح، وعاودنا طلبنا عاودنا طلبنا، ما وصلنا والو، جابوا لنا الخيام كبار بحال عندنا حنا العرس هنا ولا عندنا كنازه ولا الناس راه مع ولادها، كاين اللي والدها كاين اللي حامله كاين، ما قلتش يولي هنا التخلط فهمتيني، واحد الشيء اللي كاين اخويا. لا اله الا الله. انت ما بغيتوش الخيمه كبيره وتكون شي محل؟ لا الناس الساكنه اللي ما بغاتهاش فهمتيني، بيدخلوا الزوافريه بيدخلوا الناس شي سكران شي بعقل شي محشاش شي ما يمكنش، تيقول لك تقسموا هذاك الشيء بليزور. اللهم لا طونطات كل واحد مع وليداتو، وهذا الشيء اللي كاين. وجيب لنا شي سيتيرنات الماء هنا، واخا كاين اللي ما كاين، يجيب لنا سيتيرنات الماء كاين، منهم تيبي طوطا كاين اللي تيبي دواش كاين اللي تيبي كل واحد. واش الرئيس البلديه ما عمرني انا شفتو من الانتخابات، والله ما عمرني شفتو بالله. هادشي اللي عطاو، حنا اصلا هنا الدائره جوج راه كلشي عارف اش كاين. لا اله الا الله هادشي اللي كان اخويا. شكرا بزاف. مقصيين من كلشي فهمتيني، مقصيين حنا من كلشي. بافي ما دازش عندنا، بافي مشى للعمر مشى للامان، ما عندنا كاع شي تجزئات، ما عمرنا كاع سمعنا سميتهم. مشى لتسليتو هنا نهار دوزو واد الحار، ما دوزوش لبافي. غندخلك دابا للدروبه تشوف بعينك فاش عايشه عباد الله. هادشي اللي كاين اخويا، تنشكركم بزاف، لبيتوا النداء ديالكم. شكرا. اذا متابعي جريده اصوات، كانت هذه رساله من مجموعه من الشباب هنا بمنطقه تحناوش، وكانهم وصلوا الخيام المناطق ما وصلوهمش، هما داروا لهم خيمه مجموعه، وهما هادشي تيتعارض مع يعني مع القيام ديالهم، وما عجبهمش الحال وبغاو خيام تاعهم. كانت هذه رساله، اتمنى على انها توصل للمسؤولين هنا، وايضا حتى اللي تيصيفطوا المساعدات كحال مجموعه من المتضررين هنا محتاجين الخيام، نتمنى على انهم توصلوا حتى هما المساعدات. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.